مع اقتراب العودة المدرسية، يتوجس العديد من الأولياء من تلقي قائمات أدوات مدرسية قد لا تختلف عن سابقاتها خلال السنوات الفارطة، والصورة تغني هنا عن أي تعليق. توجس الأولياء تضعف بالتزامن مع ما تشهده العديد من الأدوات من ارتفاع في الأسعار. شيء مرض، معنا جمعة ولا 15 يوم، وكل يوم كل أستاذ وكل معلم شنو هي طلباته، كراسة نمرة 24، كراسة نمرة 48، كراسة نمرة 72، أنا ياسر ولا يحطونا في ضايقة مالية. اللي عنده ثلاثة صغيرات، اللي عنده زوز، اللي عنده أربعة، اسكو باش ينجم يوفق بيناتهم؟ الأساتذة ماذا بيهم لو كان يعاونونا أنها الكراسة تتقسم على اثنين، ما فيها باس، وهي شنية في آخر العام تبدأ الكراسة فارغة. احنا التونسي يحب يقري ولاده ويحب يعيش في الكونفور ويعيش كذا، لكن معناه بتحمل شوية أمور معناه سيدي لا طاقة له، فهمتني؟ نورمالمون كيما احنا كنا نقراو قبل أن بو ريدوي معناه كذا اللازم في اللازم. وزارة التربية تشوف حل، تشوف حل للناس العياشة اللي يعلم بها كان ربي سبحانه، اللي تنقص تنقص، فما ناس عندها فما ناس ما عندهاش. وأمام ارتفاع كلفة العودة المدرسية بما يقارب 20% مقارنة بالسنة الفارطة وفق ما أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، طالبت بعض المنظمات بضرورة ترشيد قائمات الأدوات المدرسية. نداء للسيد وزير التربية بكل لطف باش يرشدونا القوائم اللي نعطوا فيها الصغار، عنده 14-13 مادة، كان كل ماده فيها كراس فاخر اللي هو سبيرال ولا غيره، والكراسه راهو يعمل بين 20 و 25 دينار. نشوفوهم نحن كاولياء اللي هما زايدين على الحاجه، ما همش باش يغيروا المسار التعليمي نتاع التلميذ. المعلمين والاساتذه انهم يرأفوا شويه، ربما يتفهموا شويه الوضع هذه السنه، ما عادش ربما عندنا الرفاهه نتاع ان من كل ماده عندها كراستها وعندها غلافها المميز. لا، احنا في هذه الازمه لابد ان نتماشى مع الواقع، ولابد ان نقدم تسهيلات للتلميذ. هي المشكله في المنظومه التربويه، قلوا من المواد تقلل الكرارس. فاغلب الشعب التونسي يحب يتبع لك الماركه ويتبع لك اللموضه ويتبع لك الحاجه المذخمه، هي ديما الغاليه، تلقاها الولي هو اللي يمشي يشري هذاك الغالي راهو. ويا أساتذة رفقا بالتلميذ، والولي والتلميذ رفقا بأنفسكم. وبين شكاوى بعض التونسيين ومطالب جمعيات من المجتمع المدني، تظل الأنظار متجهة نحو وزارة التربية في انتظار إجراءات أو توصيات قد تثلج صدور الأولياء مع بداية العد التنازلي للعودة المدرسية.